مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل بيتزا صيامي بحشوات مختلفة، اللي هي البيتزا النباتي. تعالي نشوف المقادير: 3 كوبايات دقيق أبيض، الطحين اللي هو دقيق المخبوزات أنا عيرته قبل ما ندخله، وحوالي 1.25 كوباية مية دافية، ممكن أحتاج أكتر أو أقل، هيبان وأنا بعجن. 2 كبار زيت، زيت الذرة أو زيت الكانولا، 2 صغيرة ملح، 0.5 معلقة صغيرة فلفل اسود، 0.25 معلقة صغيرة زعتر، و1 كبيرة خميرة فورية، و1 كبيرة سكر. ده بالنسبة للعجينة. تعالوا نشوف ازاي هنعجنها. اول حاجة هعملها هبتدي اجهز الخميرة. الاول هحط 2 معلقة الخميرة ومعها السكر، اقلبهم الاول، بعد كده اغطيها واسيبها لحد ما يتضاعف حجمها. في نفس الوقت انخل الدقيق، احط عليه 0.5 معلقة صغيرة ملح وابتدي انخله. الخميرة زي ما احنا شايفين تضاعف حجمها. هبتدي دلوقتي اعجن. اول حاجة هحط الدقيق كله واحط عليه 0.25 معلقة صغيرة زعتر وزيها فلفل اسود، اقلبهم الاول شوية، وبعد كده احط الزيت. بعد كده ابتدي اشغل العجانة، وهي بتشتغل ابتدي اضيف الخميرة وبقية المية. طبعا انا ممكن اعجن بايدي بنفس الخطوات. هي كده العجينة زي ما احنا شايفين فصلت عن البولة ومتماسكة وطرية. هسيبها كمان 3 دقايق تتعجن كويس. هي كده انا عجنتها كويس. هقسمها على 5 وحدات بيتزا صغيرين. بعد كده اجيب صينية صغيرة ارش فيها شوية زيت، وبعدين احط العجينة، وبعد كده اغطيها واسيبها لحد ما يتضاعف حجمها. ممكن اغطيها ببلاستيك راب او بفوت واسيبها في مكان دافي او في درجة حرارة الغرفة. ممكن لو انا حابة اخزن العجينة، يعني افرزها لوقت تاني استخدمها، لو انا هعمل البيتزا وحدات صغيرة اخد قطعة قطعة واحطها في بلاستيك راب حسب مقاس البيتزا. لو بيتزا كبيرة هحط عجينة كبيرة، لو بيتزا صغيرة هاخد واحدة واحدة اغلفها لوحدها واقفل عليها كويس. بعد ما اغلف واحدة واحدة احطهم في كيس مع بعض، ما يجراش حاجة، واحطهم على طول في الفريزر، ما سيبهمش برا. وقبل الاستخدام اطلعهم مثلا قبليها بليلة وهم مقفول عليهم، وبعد كده ابتدي افتح واحدة واحدة واستخدمها. لكن انا النهاردة هخبز العجينة. قبل ما ابتدي افرد العجينة واحط عليها الحشو، هجهز الاول الاضافات اللي انا هضيفها على البيتزا من فوق. حوالي 1 كوباية صلصة طماطم. الصلصة دي احنا ممكن نشتري صلصة جاهزة للبيتزا او نعملها احنا. دي انا عملتها من 1 كوباية طماطم اللي هي كراشت توميتو متسبكة جاهزة. حط عليها فص ثوم واحد، 0.25 معلقة زعتر وشوية ملح وفلفل، ومعلقة كبيرة سكر، وغليتهم بس على النار لحد ما تخن كده، وشرايح بصل، ممكن بصل احمر او البصل العادي، وزيتون اخضر او اسود، ممكن ده من غير بذر، ممكن الزيتون العادي اللي هو الكلاماتا واشيل منه البذر، وفلفل رومي مقطع مكعبات صغيرة، وطماطم مجففة اللي هي سان دراي توميتو متقطع قطع صغيرة. على ال5 بيتزات هحتاج حوالي 2 كبار، وجبنة موتزاريلا. الجبنة دي نباتي اللي هي مصنعة من الصويا، اسمها صويا موتزاريلا. دي ممكن نلاقيها في اي سوبر ماركت مع الجبن في التلاجات. بالنسبة للاضافات التانية ممكن انا انوع فيها، يعني ممكن اضيف تونة هطلعها من العلبة على طول وعصرها بس من المية واحطها على البيتزا. ممكن اضيف توفو، ده اللي هو النوع الفيرم اللي هو النوع ده،
في السوفت والميديوم والفيرم. اللي ينفع مع البيتزا اللي هو الفيرم. كل اللي بعمله ان انا بطلعه من العلبة واشطفه واقطعه شرايح كده زي ما احنا شايفين، ارش عليه شوية ملح خفيف قوي وفلفل اسود، واستنى عليه 10 دقايق، وبعدين احمره في شوية زيت صغيرين من ناحيتين. لو الطوفو مش متوفر عندنا ممكن احنا نعمله بنفسنا على نفس القناة في طريقة عمل الطوفو، ممكن نرجع لها. في كمان ممكن احط بدنجان مقلي، ده انا قليته من حوالي 2-3 ساعات وحطيته على ورق مطبخ لحد ما نزل الزيت اللي فيه. ممكن كمان اضيف سيتان، السيتان ده هو بروتين القمح او لحم القمح اللي هو الجلوتين. وطريقة عمل السيتان على نفس القناة ممكن برضو نرجع لها. هنا برضو ممكن اضيف مشروم او بروكلي. هحتاج في الاخر شرايح طماطم متقطعة سلايس رفيع كده. تعالوا نشوف ازاي هفرد العجينة. في الاول هجهز الصينية او الصاجة او الصواني اللي انا هحط فيها البيتزا. ديت صواني صغيرة كده مخصوص للبيتزا. الصينية دي انا ممكن احط عليها ورق زبدة زي ما انا عاملاها كده ودهناها بمارجرين، ومن فوق برضو دهناها بمارجرين، او ممكن بس ادهنها بمارجرين وارش عليها شوية دقيق. العجينة زي ما احنا شايفين تضاعف حجمها. هبتدي دلوقتي افردها، هاخد واحدة واحدة وارش شوية دقيق الاول، وابتدي افردها على مقاس الصاجة او الصينية. وبعد كده على طول احطها في الصينية واحاول اسويها، وبعد كده افرد بقية الكمية قبل ما احط الخضار. كده انا فردت كل العجينة في الصاجة. هبتدي دلوقتي احط التوبينج. بالنسبة للتوفو هقطعه مكعبات كده بالطريقة دي، والبدنجان هسيبه زي ما هو، والسيتان هقطعه برضو حتت صغيرة بالمقاس ده كده. هحط الاول الصلصة، كل واحدة مغرفة صغيرة، ووزع الصلصة بس احاول انها ما تقباش قريبة من الاطراف. تانية حاجة اضيفها البصل، وبعدين الطماطم المجففة. نمشي كده بالترتيب عشان في حاجات ما ينفعش تتحط فوق خالص. وبعد كده انواع اللحوم، الطوفو او السيتان او التونة، او اذا كنا هنحب نحط بسطرمة، او اي نوع من انواع اللحوم الباردة. طبعا ممكن اضيف فراخ لو حبيت. هعمل 2 مثلا بالسيتان وواحد بالطوفو وواحد بالبدنجان واخر واحد بالتونة. بعد كده احط الزيتون، كل واحدة حوالي 3 زيتونات صغيرين. بعد كده الفلفل. قبل ما احط الجبنة او الطماطم ابل ايدي واضغط على كل واحدة، عشان بعد ما بيستوي ويتقدم وهو سخن ممكن الخلطة اللي عليه بتوع منه. بعد كده ارش الجبنة، واخر حاجة الطماطم. هسيبها شوية لحد ما تخمر قدامي ويتضاعف حجمها، وبعد كده ابتدي اخبزها. بخمرها ازاي؟ بحطها في فرن البوتاجاز واولع اللمبة بتاعت الفرن واسيبها لحد ما يتضاعف حجمها، وبعد كده اطلعها وابتدي اولع الفرن واخبزها. انا سبتها في الفرن لحد ما خمرت، قعدت تقريبا نص ساعة لحد ما تضاعف حجمها، وبعد كده حطيتها في الفرن على درجة حرارة 400 فهرنهايت، يعني تقريبا 204 درجة مئوية. خدت تقريبا ربع ساعة في الفرن لحد ما لقيت الوش احمر فطفيت عليه على طول، وتأكدت برضو انها استوت من تحت. طريقتها بسيطة وسهلة، حاولوا جربوها ان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا وإلى اللقاء.